موضوع الهام عمليه بتاثر على الانجاب، قلنا لا، لان انت ببساطه ما بتشتغلش في الخصيه، مالكش دعوه بالحاجات المعنويه. هل بتاثر على الانتصاب؟ طبعا لا، لان انت ببساطه لما المريض يبقى عنده الانتصاب مثلا دي ويحصل قذف، تخليه مثلا بيقعد ربع ساعه، ثلث ساعه، 10 دقائق، وات ايفر، وبعد كده يحصل قذف، يبقى ازاي الانتصاب تاثر سلبا وهو تضاعف عشرات المرات بالنسبه للوقت. طيب بلاش دي، لما نيجي نتكلم ويقول لك ده العمليه ممكن تاثر على الاحساس، انت ما بتقصش اعصاب. منطقه دلتا احيانا كتير بتكون مقصوصه في الناس اللي متطهرين اخدين فيهم جلد زياده، ومحدش يعرف اصلا ولا عنده أدنى مشكله في الاحساس. ثانيا بالنسبه للعضل، العضله مش حاجه حسيه، يعني ما تاثرش على احساس الشخص. اهم حاجه بقى اللي المرضى كلهم معجبين بيها ان العمليه دائمه،